أحياناً يحدث لي أن أصرخ على والدتي لكثرة أسئلتها وإجاباتي لها بصوت مرتفع، كأن أقول لا ونعم بصوت عال، ولكني أندم في قرارة نفسي وأدعو لها بالمغفرة وأن يسامحني الله ويسامحها. إني أطلب منها العفو في كثير من الأحيان، إنني أطلب منها العفو في كثير من الأحيان، وأدعو الله لها بالمغفرة وأن يسامحني الله. وجهوني حول ما أفعل، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حق الوالدين عظيم قد جعله الله سبحانه وتعالى بعد حقه في الذكر. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آيات كثيرة من القرآن يذكر الله جل وعلا حق الوالدين بعد حقه، وفي قوله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما يدل على عظم حق الوالدين على الولد، ولا سيما في حالة الكبر وحاجتهما إلى الإحسان. والإحسان إلى الوالدين يشمل الإحسان بالقول والإحسان بالفعل. الإحسان بالفعل من الإنفاق عليهما وخدمتهما وإحضار ما يطلبان من الأمور المباحة التي يحتاجان إليهما، وبالقول يعني يطيب الكلام لهما للسلام والدعاء لهما والاستغفار لهما وعدم رفع الصوت عليهما. رفع الصوت عليهما هذا من الإساءة في حقهما. قال الله تعالى: ولا تنهرهما، والنهر هو رفع الصوت والزجر، كما قال تعالى: أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلا يجوز للولد أن ينهر والده، يعني يرفع صوته عليه من باب التبرم أو الملل أو الزجر له، إن هذا يعتبر من العقوق. فعليك أيتها السائلة أن تتوبي إلى الله من هذا العمل وهو رفع الصوت على والدتك، وأن تلطفي لها القول وتخضعي القول لها، وما حصل من رفع الصوت عليها تطلبي منها المسامحة، وفي المستقبل عليك أن تتركي هذه الخصلة مع والدتك. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل تتفضلون بكلمة للوالدين كيما يعين الأبناء على البر؟ نعم، على الوالدين كذلك أن يعين أولادهم على برهما، وذلك بتربية الحسنة. فإن الوالد إذا ربى أولاده على الأخلاق الحسنة وعلمه التعليم الشرعي، فإن ذلك مما يسبب بر الولد بوالده. وكذلك من أعظم الأسباب أن يبر الإنسان بوالده، فإذا بر بوالديه فإن أولاده سيبرون به. أما إذا أساء إلى والديه فإنه سيعاقب، يعني سيء إليه أولاده كما أساء إلى والديه. وكذلك من الإعانة للأولاد على البر لا يكلف الأولاد ما لا يطيقون، أو يطلب منهم ما لا يستطيعون، أو يشق عليهم في الأوامر والنواهي، بل عليه أن يراعي أحوالهما وأن يرفق بهما وأن لا يعنف عليهما. وكذلك من أسباب البر أن لا يفضل بعض الأولاد على بعض في العطية أو غيرها، بل عليه أن يساوي بين أولاده. فإن رجلا من الصحابة أعطى ولده نحلة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فمن أسباب البر الولد بوالده أن لا يفضل بعض أولاده على بعض، بل يعدل بينهم في الأقوال والأفعال والتربية والمنحة العطية وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.